السلام عليكم. انا كما كتشوفوا من 6 تاع الصباح يا خو هذا وصح النتيكي والاجواء شوف جات صعيبه شويه مع الغاشي مع ان شاء الله ان شاء الله التعب بوك ما يروحش الصاله. خالتي السلام عليكم، انا نطلب منكم حاجه هنا اللي هنايا هنا نحبوا كاع المنتخب الجزائري وكاع المتاع المنتخب الجزائري كي نحبوا ندخلوا نشرو تيكي يطبعوا هما نطلبوا من السلطات من السلطات شوف اوندي كابي دلو حال هاي اوندي كابي ما عندوش حق باش يفوز مع الغش هاي نطلبها لكم نقول لكم هكا حتى لو قطع شي تيكي بوليسي ما عنده على بوليسي مسكين يخدم خدمته والله يحسن عاونو تا اوندي كابي كيشوفو في وسط الغاشي واش يدير يطبعو ما يعرفش بلي اوندي كابي ما يعرفش بلي اوندي كابي راه جاي يشري تيكي بوليسي مسكين او كيخدم في خدمته كيشوف الغاشي ما يعرفش اوندي كابي بلي نطلبو من السلطة توعنا ديرنا جلوسي سبيسيال تاع اوندي كابي يدخل يشري تيكي يقعد غادي نطلبو من السلطة توعنا ونحبو المنتخب الجائزي الجزائري وبالماضي ان شاء الله يكون هو قائد السفينة وان شاء الله نحبوهم كاع 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 نحبوهم نموتو عليهم ونطلبوا من الشرطة تاعنا تحسن لنا الوضعية ونقول لكم اوندي كابي ما عنده حق نطلبوا كيزيد يسهل لنا الوضعية تاعنا هذه اللي نقولها لكم وربي يحفظكم وربي يستركم وان شاء الله نربحوا وان شاء الله نربحوا ونديروا الحفلة. السلام عليكم، هذا ميساج، هذا ميساج نهضروا على اليوم على بيع التذاكر هنا في البليدة بصفتي هنا من البليدة مواطن من البليدة أسوأ تسيير أسوأ تسيير نهضروا باش ما نغطيوش الشمس بالغربة ما نكذبوش على بعضنا ناس جات باتت هنا في السطار باتوا ناس باتوا هنا بيتين في كومبي وما بيتين هنا في مون بونسي بيتين قدام تشاكي عايد جاو من كاروت في كاروتنا في الولاية حلينهم كيشي واحد. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. وش نقول لكم الاجواء راهي هنايا شويه راهي مليحه هنا في ملعب تشاكر. انا نسكن هنا بليده. البارح كنا هنايا قدام الصاد ندورو شفنا كانوا الناس بايتين هنايا جايين من بعيد بايتين هنا في الصاد. الحق تعرف في السلطه تكفلوا بهم ما صارهم والو الحمد لله كنا نشوفوا فيهم. واليوم هذاك الصباح بكرنا كان صح شويه كشغل كان كاينه شويه كريس في الدخله شغل تطباح منها شويه الامن شويه كان يجري فيها بشويه الحمد لله دخلنا وكما كنت تشوف الاجواء دوكا التيكيه تم يتباعوا وان شاء الله واش نقول لك ان شاء الله فيها الف خير الحمد لله هي صح شغل تعبنا شويه في الدخله صافي دخلنا الداخل السلطات بدا منا الحمد لله راهم يجريوا فيها بشويه راهي تمشي الامور والمشكل هذا كاع انا نسنيوه في نهار ثلاثه ان شاء الله